مشاهدي قناة المغربية الكريم، السلام الله عليكم وأهلا بكم معنا إلى المشهد المغاربي. أفرج صندوق النقد الدولي عن الدفعة الثالثة من القرض المتفق عليه سنة 2016، ووافق على دفع شريحة بقيمة 157 مليون دولار، وبالتالي تكون تونس قد حصلت على ما قيمته 919 مليون دولار من قيمة 2.9 مليار دولار المتفق عليها آنفا. ويهدف برنامج القرض المتفق عليه إلى الحد من الاختلالات الاقتصادية الهيكلية وضمان الحماية الاجتماعية الكافية للفئات الضعيفة وتعزيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص والخفض من نسبة البطالة المرتفعة في تونس. يأتي هذا وسط إعلان الحكومة عن برنامج اقتصادي واجتماعي جديد، وهو عبارة عن خارطة طريق تمتد إلى غاية سنة 2020، ويهدف البرنامج إلى الحفاظ على مستوى مستدام من عجز الموازنة والدين الخارجي والتحكم في معدلات التضخم الكبيرة والإصلاح الهيكلي للمالية العمومية واستقرار الدين العمومي. وأبقى صندوق النقد الدولي على قائمة الممنوعات من المواد غير الأساسية التي فرضت من قبل الحكومة التونسية للحد من الواردات، وتضم القائمة 220 منتجا بينها عدد من المواد الغذائية كأنواع من الفواكه والأجبان والأسماك وبعض الأجهزة الإلكترونية وحتى العطور. لكن يوسف الشاهد واجه انتقادات لاذعة من قبل أحزاب المعارضة بشأن خضوع الحكومة لتوصية صندوق النقد الدولي، خاصة فيما تعلق ببيع شركات القطاع العام التي تعرف عجزا يبلغ 2.72 مليار دولار. لكنه فند مزاعم المعارضة وأوضح أن الحكومة لا تحتاج إملاءات من قبل صندوق النقد الدولي لإصلاح مؤسساتها العمومية، لأن نقائصها كما يقول ظاهرة للعيان، مضيفا أن الاقتصاد التونسي بحاجة للاقتراض من صندوق النقد لما توفره هذه المؤسسة المالية الدولية من تمويل بفائدة ضعيفة. لكن من جهته توعد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، توعد الحكومة بحشد الآلاف في مختلف مناطق البلاد للوقوف ضد مشروع الشاهد لخصصة المؤسسات العامة. وقال في تجمع حاشد بمدينة سوسة: لا شيء للبيع في تونس والمؤسسات العمومية خط أحمر. وكان الطبوبي قد اجتمع صباح اليوم برئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وأدلى بتصريحات عقب اللقاء، مؤكدا على ضرورة تغليب صوت العقل لحل الإشكالية القائمة، مؤكدا على الإرادة القوية لرئيس الجمهورية لحشد جميع المجهودات لتجاوز الصعوبات الراهنة. وفسر البعض أو بعض المتابعين للشأن العام التونسي أن نور الدين الطبوبي استنجد برئيس الجمهورية لتجنب انفجار شعبي بدأت ملامحه تلوح في الأفق. فكيف تنتهي القبضة الحديدية بين الشاهد والمعارضة في ظل الاحتقان السياسي والعجز الاقتصادي القائم؟ لمناقشة هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بجملة من الخبراء والاقتصاديين، ونبدأ بالأستاذة جنات بن علي أو جنات بن عبد الله عفوا، إعلامية مختصة في الشأن الاقتصادي. بعد الترحيب بك أستاذة جنات، بادئا ذي بدء تابعنا بعض التحاليل والمقالات الصحفية ترجع التباطؤ الاقتصادي التونسي بقضية الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي الهارب في 2011. هل يعتمد هذا التحليل أو هذه الكتابات، هل تعتمد على حتمية أم هي عبارة عن ترويج لضرب الثورة التونسية؟ نعم، مساء الخير ومساء الخير لكل مشاهديك الكرام. يعني حقيقة بعد هذا التشخيص الذي تقدمت به، نعم، يتضح يعني بالكاشف أن تونس اليوم في منعرج خطير، منعرج يتعلق بطبيعة الخيارات والتوجهات الاقتصادية والمالية. هناك تجاوزات وهناك اختلافات إلى حد التناقض وإلى حد تراشق الاتهامات بين طرفين.
طرف في مصيره الحكومة أي السلطة التنفيذية، وطرف آخر يمثل كل الفئات الاجتماعية، لما قلت كل الفئات الاجتماعية أي المنظمة الشغيلة. نقطة الاختلاف بين هذين الطرفين، ولو أنهما يتفقان ظاهريا على أن الغاية من هذا الاختلاف هو إنقاذ الاقتصاد الوطني، ولكن لكل طرف وجهة نظره. ففي الوقت الذي تتمسك به حكومة الشاهد وكل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة بمنوال التنمية الذي كشف عن محدوديته وفشله في قيام هذه الثورة، حيث يعني الأسباب التي دعت إلى هذه الثورة إلى جانب الاستبداد والقمع وتكرارية النظام السياسي، هناك واقع اقتصادي واجتماعي أصبح جليا محدوديته تجلى خاصة في ارتفاع نسبة البطالة، في ارتفاع التفاوت الجهوي، ارتفاع يعني تخيلات التوازنات المالية الداخلية والخارجية. يعني هذا الطرف، هذه الحكومة التي تمسكت بمنوال التنمية وعمقت تمسكها من خلال التزامها ببرنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تقدم به صندوق النقد الدولي مقابل حصول تونس على قرض تسهيل الصندوق المملكي، لكارت تسهيل الصندوق المملكي بقيمة 109 مليار دولار. وقد ضبط صندوق النقد الدولي جملة الإصلاحات ما سميناها هو الإصلاحات الكبرى وتبنتها كل الحكومات، وخاصة أستاذة جنات سنعود إلى هذه النقطة. أستاذة جنات بن عبد الله ابقي معي من فضلك. الآن التحق بنا الأستاذ بوعلي المباركي الأمين العام للمساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل. بعد الترحيب بك أستاذ بوعلي، وصل التضخم السنوي في تونس إلى 7.1% الشهر الماضي، وهو الأعلى منذ 1990. ألا يعتبر هذا خطا أحمرا بالنسبة لتونس، ويجب تضافر كل الجهود بما في ذلك الأخذ بتوصيات صندوق النقد الدولي والمتمثلة في الإصلاحات الموجعة بما في ذلك بيع الشركات العمومية لاحتواء هذا التضخم وتحسين القدرة التنافسية وإعادة بناء الاحتياطات الدولية؟ هو تحية لي في الساعة وشكرا على هذا الاتصال. هو فعلا التضخم وصل نسبة عالية جدا، ما عرفتش تزاد منذ عشرات السنين، وماهوش الحل الا في بيع المؤسسات العموميه، لان بيع المؤسسات العموميه ما اعتقدش انه باش تحل المشكله والازمه الاقتصاديه اللي تعيشها بلادنا، ولكن لابد من البحث على حلول اخرى. واحنا اعطينا راينا كاتحاد عام تونسي للشغل ان الحلول يمكن البحث على موارد اخرى للدوله، مش الا عبر حلول سهله لبيع المرفق العام والمؤسسات العموميه، لان نعتبروها نحن هذيك تسمى مشروع للدولة، ولابد من استثمار فيها حتى تصبح عندها دورها الاقتصادي والمالي وتكون ذراع للاقتصاد. لكن استاذ بوعلي، تونس ليست الدولة الوحيدة التي انتهجت هذا النوع من الاصلاحات، ولدينا امثلة عديدة بما في ذلك بريطانيا، فلماذا لا يتم بيع هذه الشركات حتى للعمال يعني انفسهم؟ لا يمكن ان نقارن تونس ببريطانيا، نحن مررنا بتجربة مريضة جدا في بداية التسعينات، ووقع التفويت في مئات المؤسسات وعشرات المؤسسات العمومية وكلها انهارت واضمحلت تماما، لأن بيعت لغير الذين يمكن أن يطوروها، وانهارت في كل المؤسسات ولم يبقى منها شيئا، وخسرت الدولة وخسرت المجموعة الوطنية المؤسسات. لكن هذا دور الاتحاد العام التونسي للشغل، لماذا لا تباع هذه الشركات للعمال الموجودون الآن في هذه الشركات؟ لا، غير مطروح هذا بيع العمال أو لغير العمال، هم يبحثون على أناس آخرين يمكن أن يستغلوا الفرصة باعتبار أن المؤسسات تحب تحل بها الحكومة الوضع المالي والأزمة في المالية العمومية. احنا موقفنا واضح، المؤسسات العمومية نفكر في إصلاحها في إنقاذها من خلال الاستثمار فيها، وتصبح هي لها دورها الاقتصادي والتنموي والتنافسي حتى تكون قادرة على
يعني أي استثمار في ظل العجز الذي تمر به تونس اليوم؟ الإحصائيات تقول أن العجز، عجز هذه الشركات العمومية وصل إلى 2.7 مليار دولار، يعني ما يعادل تقريبا القرض المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. هذا لا يعني هناك ناس شادين الصف مش يشمل المؤسسات هذوما، هم عاجزين. هذا كلام الاستهلاك. نعم. كيف مؤسسه عاجزه بمحنا الانهيار والناس تحب تشيها؟ لا، غير كيف مثلا مؤسسات الوطنيه موجوده، فيها مؤسسات تعاني من صعوبات ولكن تم امكانيه لانقاذها واصلاحها وتولي تلعب دورها الاقتصادي والتنمية. لا، لكن استاذ بوعلي، لكن هذه القبضه الحديديه بين النقابات والحكومه لن تزيد الطين الا بله، فقد تنزلق الامور الى ما يحمد عقباه وتشكل التهديدات المطلوقه من قبل الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، تشكل خطرا على الامن القومي وبالتالي تنفر الاستثمارات ورؤوس الاموال. ما هو الحل المقترح يعني بعيدا عن سياسه الشد والجذب؟ ليست عليها عندها على اي علاقه بالامن القومي ولا الامن الوطني ولا الامن وكذا. الامن ماشي اموره لاباس، عندنا قوات امنيه وعسكريه تقوم بالدور على احسن نظام، هناك مشكل اجتماعي واقتصادي في البلاد. احنا طرحنا خارطه لمشروع انقاذ وطني لبلادنا كلها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ولا علاقه بالوضع الامني تماما. هناك وضع تعيشه تونس اقتصاديا تعب شويه، كيف يمكن اصلاحه وكيف يمكن معالجته؟ هذا يتطلب اجتماع كل الناس حول هذا المشروع وفي الخريطه التي ما تبقى من المده النيابيه هذه. هذا كل ما في الامر. يعني ما رايكم في خارطه الطريق التي طرحها يوسف الشاهد ممتده الى سنه 2020 يعني؟ لا، هناك الموقعين على وثيقه قرطاج هم اللي يحددوا الاولويات ويحددوا هذه الخريطه. نعم، لكن يوسف الشاهد. شكرا جزيلا استاذ بوعلي المباركي. خلينا نعود الى استاذه جنات بن عبد الله الاعلاميه المختصه في الشان الاقتصادي. ما رايك فيما قاله استاذ بوعلي المباركي؟ هو في الحقيقه عنده موعد مع قناه تلفزيونيه الان ولهذا غادرنا مبكرا، لكن هذا لا يمنعنا من التعقيب على ما قاله. النظمة الشهيرة يعني ليس بجديد، يعني النظمة الشهيرة تدافع على الجانب الاقتصادي، تدافع على الجانب الاجتماعي، والبرنامج الذي تبناه يوسف الشاهد والمنبثق عن وثيقة قرطاج المنبثقة عن برنامج الإصلاح الاجتماعي والاقتصاد، البرنامج الاقتصادي والمالي لصندوق النقد الدولي، هذا البرنامج أو من خلال برنامج الإصلاحات الكبرى هو ضرب لكل المكاسب الاجتماعية، هو ضرب لدور الدولة السيادي، هو ضرب للخيارات التي تدافع عنها المنظمة الشغيلة، وجاءت يعني بالنسبة للثورة تشكل أحد استحقاقات الثورة التونسية. ما نشاهده اليوم حقيقة الاختلاف في جوهر الموضوع وليس في الآليات. جوهر الموضوع هو عن دور الدولة، هل نقبل للدولة بأن يكون لها حضور من حضور اقتصادي من خلال قطاعات حيوية استراتيجية، حتى يعني والقول عن التقسيم بين القطاعات التنافسية والقطاعات الاستراتيجية هو ذرة مادة على الأعين. نعم. ومعروف أن كل وصفات صندوق النقد الدولي التي جاءت من خلال تدخله في كل البلدان كانت النتائج وخيمة وذات تكلفة اجتماعية ووصلت إلى نقطة اللا عودة. اليوم ما تقوم به المنظمة الصغيرة هي حماية تونس من الوصول إلى هذه النقطة، نقطة اللا عودة. الصراع اليوم حقيقة حول خيارات استراتيجية. اليوم عندما نتحدث عن التفويض في مؤسسات عمومية نطالب هذه الحكومة بتقديم تقييم موضوعي وعلمي من جهات وطنية مستقلة عن برامج الخصخصة التي أقدمت عليها الدولة التونسية منذ إقرار برنامج الإصلاح الهيكلي. لكن أستاذة جنات، رئيس الوزراء التونسي يوسف شاهد كان، أستاذة جنات، هو كان واضحا لا ينوي خصخصة شركات القطاعات الحيوية، بل تم الحديث عن إعادة هيكلة الشركات العامة المنهكة. سنعود إلى هذه النقطة. دعونا نشرك معنا دكتور عبد الباسط السماني، ناشط سياسي وخبير اقتصادي.
ما رأيك في خريطة طريق رئيس الوزراء والحكومة الحالية الممتدة إلى سنة 2020 وينوي خصخصة الشركات المنهكة وليس الشركات يعني العامة الهيكلية يعني؟ دكتور يقول ويعيد ويعيد. نعم مساء الخير. مساء النور دكتور عبد الباسط الصنباري. مساء الخير وكل عام استضافه ومرحبا بضيوفك الكرام. الله يبارك فيك. الو الله يبارك فيك دكتورنا عبد الباسط. نحن نسمعك. نجم نتكلم؟ نحن نسمعك جيدا دكتور عبد الباسط الصنباري، واصل. شكرا جزيلا. قلت لك ان رئيس وزراء يوسف رشاد او بالاحرى الوزير الاول يوسف رشاد، نعم، هو اللي طبق خط السياسه التي انتهكها كل الوزراء الذين سبقوه من عهد هذه الوزاره الى يومنا هذا، وهي اختيارات سهله ترتكز على بيع الموارد الطبيعيه والتفويت فيما اكتسبه الاجداد بالعرق والدم. كل المؤسسات التي بنيت هم يفرطون فيها لأنه هذه طريقة سهلة للحصول على المال الحيني، ولكن لا يبني الثروة ويفرط فيها. احنا نعيش في تونس أزمة اقتصادية غير مسبوقة، عندنا عجز ثلاثي توأم في ميزان الدفعات وفي الميزان التجاري وفي موازنة الدولة، عندنا تضخم وصل أقصى مستوياته، عندنا مديونية فاتت 70% من الناتج الوطني الخام، وهم يعيدون لنا لازم التفريط في المؤسسات العموميه غير الاستراتيجيه. كل المؤسسات العموميه استراتيجيه، هل البنوك غير استراتيجيه؟ اكثر قطاع عنده ربحيه في تونس هو قطاع البنك، وهم يريدون ان يفرطونا في 75% من راس مال البنك التونسي الاماراتي لصالح لوبيات معروفه بتونس. نعم. هم يريدون ان يفوتوا في معمل الطبخ الواقي، هم يفوتون في الشركات بتاع صنع الكهرباء. يعني هم ما عندهمش رؤيه للشيء اللي يعملوا فيه. يا دكتور عبد الباسط الصماري، الاستاذه جنات بن عبد الله تقول صندوق النقد الدولي ما إن يدخل على بلد إلا وأهلكه. هل المشكل في صندوق النقد الدولي أو في المسيرين الاقتصاديين لهذا البلد؟ هو عامل من العوامل الكبرى في إنهاك اقتصادية البلدان صندوق النقد. نعم. لأن صندوق النقد لا يعطي حلول، هو يعطي مال ويعطي تعليمات ترهق البلدان و تخلق نوعية من التبعية، ولكن لا يعطي حلول. احنا في تونس عندنا اقتصاد فئوي عائلي وتابع للوبيات، واغلبية الشعب عايش يعني على التماس، يعني يفقر يوميا. لا هو يا دكتور عبد الباسط الصماري، هذا صندوق النقد الدولي عادة ما يعطي حلول، وهذه الحلول عادة ما تكون موجعة في قضية تسريح العمال، بيع المؤسسات. نعم، نفس الوصفة التي يطبقها منذ خلق، طبقها على اندونيسيا وبلدان شرق جنوب شرق اسيا. نعم. طبقها على كثير من الدول، على اليونان، يعني خفض من الخدمات الاجتماعيه، خفض من الاجور، خفض من الحيثه الاجتماعيه كالتقاعد والعلاج، سرح العمال، نقص من التربيه والتعليم. لكن اذا اخذنا اندونيسيا مثلا، انت ذكرت اندونيسيا منذ سنه 1999، يعني بعد دخول صندوق النقد الدولي في اندونيسيا، نلاحظ ان اندونيسيا اقتصادها يعني مش بطال اليوم، يعني ب 250 مليون نسمه مستوى دخل الفرد في اندونيسيا مرتفع تقريبا 3 مرات على مستوى الدخل في تونس. يعني هذا صحيح، لكن اندونيسيا فرطت في قطاعات استراتيجيه كبرى، منها قطاع صناعه الطيران،
وكان شرطا على اندونيسيا اذا للتحصل على اعانه صندوق النقد الدولي ان التصرف في صناعتها للطيران. نعم. يعني عمرها ما تخليني. اذا هل يمكننا القاء اللوم على صندوق النقد الدولي ام القاء اللوم على الحكومات المتعاقبه؟ بل هو القاء اللوم على الحكومات التي تعطي الوعود ولكن ليس لها لا رؤيه ولا برنامج ولا حتى نيه واراده سياسيه لتنفيذ وعودها. هذه حكومات مخادعه متحيزه على الشعوب. تعطي وعودا ولكنها تخدم لوبيات وعصابات وقوى خارجيه ليس مصالحها تتعارض مع مصلحه المجموعه الوطنيه. جميل، سأعود إليك دكتور عبد الباسط الصماري، ابقى معي. ينضم إلينا الأستاذ سليمان الرويسي، جمعية المواطنة والدفاع عن المهمشين. بعد الترحيب بك أستاذ سليمان، يعني احنا لاحظنا أن الأمين العام للاتحاد العام للشغل في تونس يعني هدد بإخراج الآلاف من العمال في مناطق عدة من تونس، والكثيرون المحللون المتابعون للشأن في تونس يقولون أنه ممكن أن تأخذ منحة غير ملائم سواء الاقتصاد من الجانب الاقتصادي السياسي أو الأمني. هل تدعمون هذه التهديدات أم أنكم لديكم رأي آخر وربما منهج آخر أو اقتراحات أخرى لحلول ربما تكون سلمية وسليمة على تونس؟ أنا لا أعتقد الموقف الاتحاد في هذه المرحلة كان لابد أن يكون الموقف أنا أكون سابق لهذه المرحلة، لأن وقع تقوية في الكثير من القطاعات، وكان غريب أن المؤسسات التي وقع فيها التقويض هي مؤسسات كانت رابحة والمؤسسات الفاشلة ما وقعش التفويت فيها، وقع المحافظه عليها. وقع التفويت فيها طبعا بمقابل دخل. النتيجه معناها خضوع كامل وتام للحكومات هذه الحكومات المتعاقبه لصندوق النقد الدولي، مما اضر بالناتج الغام واضر بالمواطن التونسي واضر بالمداخيل التي كانت المفروض ان تجنيها مع البلاد وتوظيفها لكي يفقر المهمشين. والموقف حتى وان جاء متاخرا مع مؤخر الامين العام الطبوب الى فقط بمكانه، وعليه كان المفروض معنا تهيئه معنا كل الامكانيات للتصدي بتفويت القطاع العام. احنا نحتاج في هذه المرحله في ظل التفكير الممنهج الى حكومه داعمه اجتماعيا للمفقرين، تعتني بالقطاعات العامه وتهتم بالصحه وتهتم بالتعليم وتهتم بالبنيه التحتيه. وهذا هو السؤال يا استاذ سليمان الرويسي، كيف تهتم بهذه القطاعات الحساسه التي تحتاج الكثير من الاموال؟ من اين لها هذه الاموال لتهتم بهذه القطاعات؟ انا نتصدى لضروره الدفع، وعلى الاتحاد ان يتحمل مسؤوليته بتامين القطاعات اللي فيها ثروات مثل قطاعات البترول والغاز والملح التي يباع تقريبا ببرلين معناها في الكيلو بفرنك الكيلو الواحد الكوان مرتبط بالاستعمار. الدول هذه كانت مهيمنه سابقا في فرنسا تحديدا أسرة بكامل على الثروات الباطنيه التونسيه ومسيطره كذلك على السياسه والقرار السيادي التونسي. كورونا فقط بعد 14 جافي يولي عندنا هامش اكثر لما استقلال بلادنا على هذه القوى المهيمنه، فإن نحن نرى بالظاهر وبالمكشوف ان اليوم البلاد كامله خاضعه لقوى هذه المهيمنه. ولذلك انا نعتقد على الاتحاد ان يناظر ويعبر الجماهير للخروج ولتامين هذه الثروات لفريق الشعب التونسي، مش لفريق القوى هذه الغازيه والمستعمره السابقه لبلداننا. لاحظنا نور الدين طبوبي انه اجتمع برئيس الجمهوريه صباح اليوم، والكثيرون فسره بانه استنجد بالرئيس. في نظركم هل ياخذ الرئيس ربما هل يصطف مع الاتحاد او مع حكومه الشاه؟ انا نعتقد الاتحاد له الامكانيات الذاتيه
لتغليب تغليب الكفه لصالح الشغالين ولصالح المفقرين، لو يحتاج فقط الى قرار جريء وشجاع من فتره مركزيه محليه. انا اعتقد العمال تقريبا ما يفوق 800,000 عامل من موظفين وعامله معناها مساعدين للتجنب معناها في الخروج من اجل الطرد معناها ارادتهم من اجل اراده وهي اراده تكون وهي تكريس مبدا الاستقلال التام على القوات المهيمنه ومنها صندوق النقد الدولي، لان صندوق النقد الدولي هو اداه للقوى الاستعماريه اللي قاعده بثرواتنا. يعني هذا الحديث ياخذنا الى قضيه تمديد ربما عمل هيئه الحقيقه والكرامه، وياخذنا لما حدث اليوم في جلسه اليوم، وهو ان رئيس كتله حزب نداء يطالب السيده سيام بن سدرين بالاستقاله. شكرا لك استاذ سليمان الرويسي، جمعيه المواطنه والدفاع عن المهمشين، كلمتنا من تونس. اعود اليك استاذه جنات بن عبد الله. استاذ سليمان الرويسي يتحدث عن تاميم هذه الشركات الاجنبيه والاستقلال التام لتونس، هل توافقونه في الامر ام ان ربما الحديث عن مثل الاشياء ربما سواء متأخرا أو مبكرا جدا يعني. نعم، يعني هذا الموضوع يعني ظهر على السطح في خلال الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها تونس، وعديد التساؤلات تم طرحها بخصوص تطبيق الفصل 13 من الدستور المتعلق باسترجاع الشعب بسيادته على الثروات الطبيعيه للبلاد. اذا نحن نعيش مشكله حقيقه صحيح الماليه العموميه في وضع حرج، ولابد من البحث عن موارد للدوله. الاشكال اين يكمن؟ الاشكال يكمن في هذه الموارد. ففي الوقت الذي تتجه فيه الحكومه الى مزيد التقشف ومزيد الضغط على النفقات ميزانيه الدوله، كان حريا بها البحث عن مصادر جديده او تفعيل مصادر ميزانيه الدوله. ما نعيشه اليوم ان المصادر الاساسيه لميزانيه الدوله تم ضربها، سواء تلك المتعلقه بالموارد الديوانيه بعد تفكيك المعالم الديوانيه واتفاقيه الشراكه مع الاتحاد الاوروبي، سواء ايضا من خلال منح التراخيص والعقود الى الشركات البتروليه الاجنبيه لاستغلال يعني هذه الثروات. ونحن الى اليوم لا نعلم حقيقه وضع القطاع الطاقي في البلاد، هناك تعقيم ممنهج عن هذا الملف والادعاء ان تونس ليست لها موارد نفطيه، ما دون باعتبار ان هناك توجد في تونس اكثر من 50 شركه اجنبيه منتصبه في تونس يعني تنشط في هذا المجال. وبالتالي ما طرحه رئيس الحكومه يوم الجمعه الماضي من ان وضعيه الماليه العموميه تحتم التفويت في المؤسسات العموميه هو يعني طرح نراه مغلوط، وكلام حق يراد به باطل، لان ضرب هذه المؤسسات هو ضرب لسيادتنا الوطنيه. وكما قال ضيفك الكريم عبد الباسط السماري، هل نعتبر ان البنوك العموميه قطاع يعني غير استراتيجي؟ يعني هو قطاع استراتيجي، كيف نسمح لدوله ان تفوت في مصادر تمويل الاقتصاد الى مؤسسات القطاع الخاص؟ الدوله هي المؤمنه على تطبيق برامجها الاقتصاديه والاجتماعيه، مؤمنه من خلال ضمان تمويل هذه البرامج. وتخلي الدوله عن ضمان مصادر تمويل الاقتصاد الوطني هو تخلي عن السياده الوطنيه. اليوم الاشكال يطرح من الزاويه الخاطئه، وهنا نكمن يعني الاشكال. ما يراد او ما يدعيه رئيس الحكومه من ان ليس هناك خيار امام الدوله الا هذه الحلول هو مغلوط، لان الوضعيه الحرجه للماليه العموميه هي نتيجه خيارات وتوجهات وبرامج اقتصاديه
تم إرشائها منذ الاستقلال أو منذ سبعينات القرض الألماني في إطار تخلي الدولة عن المجال الاقتصادي، في إطار سياسات التقشف، في إطار برامج الخصخصة، ووضع كل الاقتصاد الوطني رهينة في يد الدائرة المؤسسات المالية الداخلية، يعني يمكن أن تكون خاصة وطنية وخاصة أجنبية، وأيضا في يد الشركات العالمية والمؤسسات المالية الدولية. نحن اليوم في معركة سيادة، وما تعيشه اليوم تونس من تجاذبات، سواء تجاذبات سياسية أو اتهامات يعني معارك بين الأطراف الاشتباكية، بين منظمة المنظمة الشغيلة الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة، هو تعبير عن هذا المفترق الذي وصلناه. وهذا يعني كونه هناك إصرار على التمادي في تبني منوال تنمية فاشل، الإصرار على مزيد تعميق الفشل الذي كرسه منوال التنمية الذي تم تطبيقه من سبعينات القرن الماضي إلى اليوم. ما فطر عن رئيس الحكومة يوم الجمعة من كلمة التي تزامنت مع مصادقة مجلس إدارة البنك، مصادقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على تسريح القسط الثالث من القرض، تزامن أيضا مع نشر هذه الحكومة لبرنامجها، لتفاصيل برنامجها الاقتصادي والاجتماعي في أفق 2020. هو يعني يكشف عن كون هذه الحكومة قد أنقذت وجودها بتشبثها بصندوق النقد الدولي الذي يرجع له الفضل في عدم إسقاطها. هذا من جهة. ومن جهة ثانية أن هذا المشهد العام التونسي أصبح تحكمه طرفان، طرف تمثله الحكومة ووراءها صندوق النقد الدولي، وطرف ثاني يمثله المنظمة الشغيلة ووراءه الشعب التونسي الذي يرى فيه ملاذا وحقيقة أمل في حماية سيادة هذا البلد وحماية تونس من القفز في المجهول. جميل، سأعود إليك أستاذة جنات بن عبد الله. دكتور عبد الباسط السماري، هل تتفق مع الدكتورة حين تقول أن تونس أو السلطة في تونس عليها استرجاع ممتلكاتها وتأميمها، وقضية هي تربطها بالسيادة التونسية؟ هل تونس في موضع يسمح لها بالإقدام على مثل هذه ربما يسميها البعض المجازفات يعني؟ نعم، تونس يعني قلت لك الاشكال كله هو في الاراده السياسيه. الو؟ نعم اسمعك يا دكتور. هل تسمعوني؟ اي يعني هل تظن ان الاراده السياسيه غير موجوده، او ان وضع تونس الاقتصادي وربما الامني لا يسمح لها بالاقدام على مثل هذه الامور يعني؟ الاراده السياسيه غير موجوده، لانه توا حكومه الشاهد هذا لما تنصب قال هو باش يحارب الفساد، ولكن لما بدا يحارب الفساد لم يجد سند، لانه الناس اللي حطوه في المنصب هو من الفاسدين. ثانيا بقري انت سالت الاخ رئيس الجمعيه على الموارد، موجوده الموارد تنجم نلقاوها في اقتراحات جديده وحلول اقتصاديه جديده، وثانيا في ترشيد النفقات. انا عندي صندوق الدعم توا والنصف 3.4 مليار دينار كدعم، وعندنا كذا سنوات باللي اقترحنا معرف غذائي وحيد باش نعرفوا به الفقراء، لانه احنا الدعم في تونس 12% يمشي للمستحقين و 88% تمشي للاجانب، تمشي للسياح، تمشي للاغنياء، تمشي لناس اخرى لا يريدون ان ينشدون الدعم. 88% من 3.4 مليار 3 مليارات، يعني الحلول موجودة وبكثرة. هناك معناها ترشيد النفقات بإدارة، هناك البيروقراطية، هناك محاربة الفساد. لكن كل هذا وكل الذي ذكرته يا دكتور عبد الباسط السماري، كل ما ذكرته موجود في خارطة الطريق المقترحة من قبل يوسف الشاهد التي تهدف إلى تخفيض عجز المؤسسات وليس إرادة. نعم،
لكن هذا يا سيدي الكريم البرنامج موجود يعني. حبر على ورق. هذه حكومة ألقت على نفسها اسم حكومة وحدة وطنية وهي حكومة خيانة وطنية. هذه الحكومة ما عندها حتى علاقة لا بحب الوطن ولا بخدمة الشعب ولا بسيادة تونس. دكتور عبد الباسط الصماري الناشط السياسي والخبير الاقتصادي، نشكرك جزيل الشكر، كلمتنا من تونس. ينضم إلي الأستاذ عبد الجليل البدوي رئيس سابق للمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. بدأ الترحيب بك أستاذ عبد الجليل، ما رأيك في خريطة الطريق التي اقترحها يوسف الشاهد والتي لاقت يعني امتعاض سواء الاتحاد العام الوطني للشغل وكذلك امتعاض المعارضة التونسية؟ والله الخريطة الطريق هذه هي في حقيقة الأمر برنامج يعكس الاتفاق والالتزام اللي أخذته على عاتقها الحكومة مع صندوق النقد الدولي مقابل القرض ب 2.9 مليار دولار. نعم. على 4 سنوات وسيصرف على 8 مراحل. نعم. ماهوش معناه ماهيش خريطة طريق تنم على دقة المرحلة، لأنه المرحلة الحالية بالأساس هو تعكس تناقض أساسي بين الناس التي تسعى إلى بناء دولة القانون والمؤسسات والتطبيق الشامل والعادل للقانون، والناس التي ترعرعت وطبقات جديدة ترعرعت في ظل انهيار الدولة وتحرص على نشر قانون الغاب في تونس. وبالتالي التناقض هذا من نجم كان يوقع حسمه عن طريق مش إرادة سياسية برك، بل جرأة سياسية في مقاومة اللوبيات والمتهربين والمهربين لثروات البلاد إلى آخره من مظاهر الفساد اللي قاد إلى انخرام الوضع الاقتصادي. إلا أن الموضوع هو والمشكلة هو أن الحكومة الحالية هي فاقدة لسند حزبي وفاقدة لحاضنة شعبية وفاقدة لانسجام حكومي. نعم. وبالتالي معناها ما تنجمش تكون تأخذ على عاتقها حسم التناقض الأساسي، لأنه في حسم التناقض هذا هو توفير موارد داخلية للدولة وتجاوز الوضع المتأزم للميزانية العمومية، هو فيه كذلك تنقيط المناخ الأعمال، لأنه كما يقولوا التجارة الموازية تخلق في تنافس غير شريف بين القطاع المنظم والقطاع الغير منظم. هي كذلك معناها توفر نوع من الثقة في المؤسسات وفي المستقبل لدى المواطن عندما يقع حسم هذا التناقض بجدية، إلا أن الوضع السياسي ما يدلش ألا احنا في مع حكومة قادرة على هذا الحد. لكن أستاذ عبد الجليل البدوي، يعني الحكومة ربما تقول عاجزة عن حلول، لكن في ظل الانهيار الاقتصادي التي تعيشه اليوم تونس، في ظل غياب رؤوس الأموال، في ظل غياب حلول يعني في الأفق، يعني لازم تمر هذه الحكومة كما يقول يوسف الشاهد عبر هذه الإصلاحات الموجعة كما مرت العديد من البلدان وخرجت بشعبها ووطنها إلى بر الأمان. سيدي الإصلاحات اللي يتكلموا عليها موجعة هي إصلاحات تندرج في نفس الاختيارات، والقضية هو أن الاختيارات هذه وصلت إلى مأزق، والدليل أحسن دليل هو أن الحركات الاجتماعية اللي ما وقعت عام 2011 ولقادت إلى انهيار رأس النظام السابق، والحركات الاجتماعية المتواصلة إلى حد الآن. هو المشكلة الأساسية أن الإصلاحات المزمع
تنفيذها هي تندرج تماما في الاختيارات اللي قادت الى تأزم الوضع عام 2011 والى استمراره الى هذا اليوم. هذا الموضوع. احنا الاصلاحات هذه معناها هي كلمه معناها جميله يريد بها باطل. الاصلاحات الكل تقود وتهدف الى تفكيك المكاسب الاجتماعيه والمكاسب الوطنيه لحصلت وهي قليله، اصبحت قليله. هي مواصله تفكيك. هذا ما يتسماش اصلاح. الاصلاح من شانه انه يوفر مناخ اسلم للنهضه الاقتصاديه، هو اللي يوفر معناها شروط افضل للحياه الكريمه، هذه الاصلاحات. اما الاصلاحات التي تريد مع تسكيت وتراجع عن المكاتب قال شو لاجل انتعاش الاقتصاد، هذا مش اصلاح. الاقتصاد انتعاش الاقتصاد مش هدف في حد ذاته، اذا كان ما ينعكسش ايجابا على معنى النمو والتنميه وعلى ظروف الحياه المواطنه. اذا ما هي الحلول استاذ عبد الجليل؟ الحلول هذا قاعدين اجلوا فيها الحلول، هو اعاده النظر في منوال التنميه الحالي، واعاده ترتيب الاختيارات والاولويات، واعاده معناها النظر في السياسات الاقتصاديه التي توخيناها الى حد الان. هذا ماهوش مطروح الى حد الان، رغم ان في الخطاب السياسي نتحدث معناها كل الاطراف تتحدث على ضروره اعاده النظر في منوال التنميه، الا ان عمليا هو قاعدين نكرسوا في نفس المنوال ونكرسوا في نفس الاختيارات اللي هي فشلت، والدليل على ذلك اللي هي تقود الى تزايد الفوارق الاجتماعيه، تزايد الفوارق الجهويه معناها، وانتشار الفساد معناها اكثر من ذي قبل. وبالتالي مش معقول ان نقولوا معناها ان الجماهير ضد الاصلاح. ضد الاصلاح المخرب للوضع الاجتماعي والمخرب لمكاسب الوطنيه ومكاسب معناها. اذا عدنا استاذ عبد الجليل، اذا عدنا الى القرض بحد ذاته، يعني ما الغرض من تغيير مواعيد المراجعات بين الحكومه ومجلس؟ يعني كانت من قبل كانت مدتها 6 أشهر والان اصبحت 3 أشهر، يعني ما معنى هذا؟ سامحني، 3 أشهر لإنجاز ماذا؟ هي مواعيد المراجعات بين الحكومة ومجلس صندوق النقد الدولي كانت كل 3 أشهر، أصبحت اليوم كل 3 أشهر عوضا عن المراجعات السابقة التي كانت تدور كل 6 أشهر، مع العلم أن جدول صرف الأقساط يبقى دون تغيير طوال البرنامج. يعني والله في الحقيقة الأمر هو معناه محاولة بلي الذراع الحكومة حتى تعجل بتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها، ولا هي كما قلنا تندرج في لا لكن هي الحكومة، هي الحكومة من طالبت بتغييرها إلى 3 أشهر عوض 6 أشهر، يعني لماذا؟ لأنه فما أزمة مالية معناها تحب تعجل بتحصل على الأقساط. لا لكن صندوق النقد الدولي يقول ما في أقساط، الأقساط ستصرف في المواعيد المحددة يعني آنفا، ولهذا لم نفهم. هذا هو معناه بالطبع، هو لأنه فما تناقض بين الأهداف. الصندوق النقد الدولي بالنسبة لي هي فرصة يجب يستغلها لفرض الإصلاحات اللي يراها كما يراها هو، اللي هي ماشية في نفس منطق النيوليبرالي. والحكومة تحب تعجل بصرف الأقساط لأن في أزمة مالية خانقة، وتحب تتفادى معناها إذا أمكن الذهاب إلى السوق المالية العالمية في ظروف مايش مواتية مشجعة على معناها أن تبقى وتجد أموال بنسب فائدة مقبولة وبفترات تسديد مقبولة. أستاذ عبد الجليل البدوي، رئيس سابق للمنتدى التونسي لحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كلمتنا من تونس، نشكرك جزيل الشكر. العودة إلى الأستاذة جنات بن عبد الله. أستاذ جنات، يعني في الأخير أعطانا بعض الحلول أستاذ عبد الجليل البدوي، لكن
يعني لم تكن واضحة، يعني هل ممكن تفصيل في قضية الخروج بتونس من عنق الزجاج؟ نعم، عندما قال الأستاذ عبد الجليل يعني القطع معنا من التنمية، ما المقصود من ذلك؟ وهذا مطلبنا، يعني نعم، مطلب المعارضين لتوجهات الحكومة، يعني القطع معنا من التنمية هو العودة إلى الأولويات النابعة من استحقاقات التنمية في تونس. ماذا يعني اليوم؟ أن 50% أو أكثر من الاقتصاد الوطني هو خارج سيطرة يعني الحكومة والسلطة النقدية، يعني أن يعني هذه الحكومة عوض أن تعمل على احتواء يعني نصف الناتج المحلي الإجمالي وإدخاله في القطاع المنظم والاستفادة من الأموال التي المتدفقة في إطاره، عوض العمل على ذلك وتقويض النسيج منظومة الإنتاج، هي تذهب إلى مسألة التقشف وتقليل الاعتمادات لفائدة القطاعات ذات البعد الاجتماعي والتفويت في أستاذة جنات. مجلس صندوق النقد الدولي، أستاذة جنات، مجلس صندوق النقد الدولي صادق على طلب السلطات التونسية إعفائها من عدم الامتثال لمعايير الأداء في نهاية ديسمبر فيما يتعلق بصافي احتياطي البلاد من العملة الصعبة وعجز ميزانية الدولة. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن صندوق النقد الدولي عندما يريد أن يغض الطرف على أحد المحاور الأساسية التي يعمل من أجلها فهو يستطيع ذلك. ماذا يعني؟ تراجع الاحتياطي من العملة في تونس يعود إلى ماذا؟ يعود إلى تفاقم العجز الميزان التجاري. ماذا يعني هذا؟ يعني أن صندوق النقد الدولي لا يريد أن يضع إصبعه على السبب الرئيسي لانخراب الاختلالات والتوازنات في الاقتصاد الوطني. سيد الكريم، السبب الرئيسي لانخراب التوازنات المالية الداخلية يعني المرتبطة بعجز ميزانية الدولة واختلال التوازنات المالية الخارجية المرتبطة بالعجز الميزاني التجاري يعود إلى تحرير المبادلات التجارية في جميع المجالات. صندوق النقد الدولي يرفض أن تتبنى تونس حماية ظرفية جزئية لاقتصادها، وفي ذلك لأنه فيه ضرب للفكر النيوليبرالي الذي تبناه صندوق النقد الدولي. الحكومة التونسية رفضت، ليست هناك إرادة سياسية للذهاب إلى مصدر الخلل وهو حماية البلاد من التوريد المكثف الذي ساهم. ومع هذا هناك قائمة لـ200 وأستاذة جنات، ومع هذا هناك قائمة لـ200 منتوج ممنوع من الإيرادات، يعني هذا كان مفروض من السلطات التونسية ليس من صندوق النقد الدولي، وصادق عليه صندوق النقد الدولي بطبيعة الحال. أستاذة جنات، أظن أننا فقدناها، وبذلك مشاهدي الأفاضل انتهى وقت البرنامج. سنعود إن شاء الله إلى هذا الموضوع لاحقا. نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ألقاكم بخير وإلى اللقاء.